اكسوبلازميك ترانسبورت. دي حاجات جديدة بقى، دي حاجات جديدة خالص، دي لاين ماشي. تمام، اكسوبلازميك ترانسبورت. يعني ايه اكسوبلازميك ترانسبورت؟ ما سهلة، ده هي من اسمها معناها ترانسبورت، ترانسبورت ثرو اكسو. يا سلام، سهل خالص. يبقى اكسوبلازميك ترانسبورت معناها ترانسبورت ثرو اكسو. الاكسون ده له بدايه وله نهايه، بدايته السيل بادي ونهايته النيرف ايه؟ تيرمينال. فعندي في مواد بقى، في مواد هتتنقل مين؟ من النيرف سيل بادي وراح لمين؟ وراح للنيرف ايه؟ النيرف تيرمينال، يعني او في اتجاه مين؟ النهايه، نيرف تيرمينال. انت علشان تعمل اللي هو السيسي، السيسي الرئيسي، السيسي ده راجل كويس جدا عايز يعمل نهضه في مصر، فاول حاجه خالص اعمل طرق، اعمل طرق. الطرق دي اللي هي عن طريقها هيبقى في انتقال لمين؟ سهولة الانتقال اللي هي البضائع من مدينة إلى إيه؟ إلى مدينة أخرى وهكذا. فالطرق يا جماعة، الطرق يا شباب، دي بتسهل عملية، بتنشط عملية الاقتصاد، بتسهل عملية الحركة والتنقل ما بين المدن المختلفة عشان السياحة، بتوفر طبعا في الوقت. يبقى الطريق من اتنين بنيلة غير من طريق بقى إيه؟ يبقى الجدران بتاعه أو الأسفلت بتاعه كويس جدا وهكذا. فاحنا دلوقتي احنا عايزين ننقل البضاعه، ننقلها منين؟ من بنغازي نوديها اشجابيا، خلي بالك اهو ماشي. طيب ماشي، انت ايه ايه الريكويرمنت؟ الريكويرمنت عايز طريق اسفلت اللي هو طريق جدران ماشي خلاص، ده اول حاجه. وعايز السياره، السياره اللي هي اللي هتشيل الكارجو، كارجو دي يعني شباب اللي هي الحموله. وعايز كمان، طب ما تعرفني بقى ايه نوعيه الحموله؟ يبقى في ثلاث حاجات عشان ننقل حاجه من مغازي الاجدابيا اللي هو من السيل باضي لمين؟ انا محتاج ثلاث حاجات، ها؟ محتاج طريق ريل واي، او يا ريت يكون قضبان سكه حديديه عشان نمشي عليها القطر، ده لو بنحلم يعني، بنحلم ان في قطر يعني ماشي. ولازم يبقى في عندي اللي هو القطار اللي هو هحمله بمين؟ بالبضاعه، البضاعه اللي اسمها كارجو. طب تعالوا بقى، يبقى لازم في ثلاث حاجات. لازم الاول يا شباب، وسبحان الله، وده في الجسم، اه في الجسم، في عندك طريق اهوت اسفلت او قضبان سكك حديديه. ايه بقى القضبان السكك الحديديه اللي هتمشي عليها السياره؟ اللي هي المايكرو تيبيول. المايكرو مين؟ تيبيولز، عظيم. طب السياره، السياره اسمها ايه؟ نوعها ايه؟ ما السياره دي لها انواع، هل هي مرسيدس، هل هي كذا، هل هي مش عارف بيسموها ايه، ايتيكو ولا بيتيكو ولا حاجه كده. مهم، فانا ده الباشا اهوت، ده الباشا ده اللي هو مين؟ اللي هو هيتحرك، هيتحرك بس شايل مين؟ هيشيل مين؟ هيشيل حاجه اسمها كارجو. كارجو، كارجو قلنا يعني حمول ماشي. ورايح فين؟ ده رايح لشدابيا. يا رايح منين؟ من او رايح من بنغازي او من سيل باضي مين؟ للترمينال. الاتجاه ده يا شباب، الاتجاه ده اللي هو لازم برضه السياره تبقى عارفه رايحه فين اصلا، راح فين. الاتجاه ده بنسميه اورثو جريد، اورثو جريد ماشي. اورثو دايما، اورثو دي معناها اللي هو الناس اللي هم المسيحيين، في طائفه منهم اسمها ارثوذكس. اورثو معناها، اورثو معناها الطريق الصحيح، يعني هم ماشيين على الطريق اهل الايه؟ اهل الطريق الصحيح. خلاص زي ما هم بقى، مالناش دعوه بقى، كل واحد يعبد عايز يعبد. المهم اورثو جريد، اورثو جريد معناها الطريق الصحيح، الطريق مين؟ الصحيح. او له اسم ثاني نسميه انترو
انتروجريد انتروجريد او يعتبر بنسميه، وقلنا طالما ده الطريق الصحيح يبقى من السيلفر كده نسميه فورورد. فورورد الطريق بقى العكسي، العكسي هنسميه باكورد، نسميه باكورد او ريترو جريد. ريترو ريترو يعني تقهقر، يرجع يرجع يرد تاني. فيبقى انا في عندي طريقين من السيل باد، من السيل بادي للنيرف تيرمينال اسمه ايه؟ اسمه اورثو جريد او انترو جريد او فورورد ترانسبورت. الثاني بقى اسمه ريترو جريد، ريترو جريد اللي هو العكس يا شباب، او بنسميه باكورد باكورد ترانسبورت. ماشي. هاي برضه هنا نوع السياره هنا غير نوع السياره هنا، يعني الكارير بروتين اللي هنا هذا الكارير بروتين يا شباب اسمه كينيسن كينيسن كينيسن، انطق صح، كينيسن كينيسن، في ناس بينطق كاينسين، المهم يعني اسمه كينيسن. ها وهنا بقى هنا برضه في مين؟ فينا كارير برضه ماشي، هيشيل حموله هنا اللي هي الكارجو برضه، كارجو 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 كارجو. ده اسمه ايه؟ اسمه داينين، اسمه داينين. بنسالك بقى طبعا في الامتحان، ما تخلي بالك مين اللي مين الكارير بروتين اللي هو مسؤول عن الاورثو جريد؟ انه كينيسن كينيسن كينيسن. فانت عشان تحفظها انا دايما بقول ايه؟ يعني هل الكينيسن ده بتاع الاورثو جريد ولا بتاع الريترو جريد؟ اوكي 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 هعمل ايه؟ ما انا لازم اقعد لا اي حاجه كده. طيب ماشي. والكارير بروتين المسؤول عن مين؟ عن الريترو جريد اسمه ايه يا شباب؟ اسمه داينين داينين. طب نوع الحموله بقى، يعني اللي هو الكينيسين ده كان بينقل ايه من السيل بادي لمين؟ خليك معايا يا دكتوره، خليك معايا، بطل كلام بطل كلام. السيل بادي لمين؟ للنيرف تيرمينال. هو في النيرف تيرمينال يا جماعه مش مفروض في فيزيكال تحتوي على كيميكال مين؟ ترانسميترز. طيب ننقل يعني الفيزيكال دي نصنعها جوه السيل مين؟ بادي. عن طريق مين؟ عن طريق الجولجي وعن طريق الراف اندوبلازم كريتيكولوم وكذا كذا، ونظبط لها بتاع ممبرين ونبعتها. يبقى اذا هيكون في مين؟ هيكون هنا في فيزيكلز كونتيننج مين؟ كيميكال ترانسميتر. يا اما هو كيميكال ترانسميتر ذات نفسه، يا اما كيميكال ترانسميتر بس يعني ماشي، يا اما طيب يا اما افرض انت عايز تصنع كيميكال ترانسميتر جوه النيرف تيرمينال، بص انت النيرف تيرمينال، يبقى انت ومحتاج طاقه، يبقى انت محتاج تبعت مين؟ تبعت ميتوكوندريا. فبرضو الكارير ده يشيل مين؟ ميتوكوندريا. مش السيل بادي يوديها فين؟ يبقى اذا ميتوكوندريا. طيب انت عايز تصنع مثلا كيميكال ترانسميتر، بس انا محتاج والله محتاج انزيم عادي، يعني ما هو الانزيم هو بروتين، نصنع نقوم نصنع الانزيم فين؟ في الراف اندوبلازميك مين؟ يبقى اذا قد يكون بل الانزيم، وهكذا وهكذا وهكذا. طيب طب يبقى دلوقتي انت عرفت ايه الطريق الممهد ده اللي هو مين؟ ها مايكروتوبيولز، والاتجاه عرفته مثلا من هنا لهنا بنسميه اورثوجريد، والاورثوجريد بيتطلب مين؟ سياره بماركه معينه سماها كينيسن، وبتحمل حموله معينه قد تكون كذا كذا كذا. طب العكس بقى، هو تقوم تقول لي طب ايه اللي هو الداينين دوت او ريترو جديد بيشيل مين؟ قال لك طيب انتوا تفتكروا دايما ايام زمان لما كنا بنقول في النيرف تيرمينالز عايزين نطلع اسيتيل كولين، لو تفتكروا ايام زمان كان بيدخل حاجه اسمها مين؟ كالسيوم. الكالسيوم ده يرابشر مين؟ يعمل رابشر للفيزيكلز ويقوم يطلع الايه؟ الاسيتيل مين؟ كولين. طيب الفيزيكال اللي كان فيها السيل كولين دي بيحصل لها حاجه اسمها فيوجن، تلتحم مع مين؟ مع السيلمبرين. فطب احنا عايزين بقى ايه؟ عايزين الفيزيكال ديت او الجزء من السيلمبرين دوت
عايزين ني وليكن ممكن يحصل له اي حاجه دامج مش عارف ايه يعني ايه يتغير من طبيعته. فانا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخد بقى الدامج من برين دوت سواء بتاع الفيزيكال او بتاع السيل مين ها من برين وابعته مين وابعته للسيل بادي علشان مين على هو طبعا السيل مبرين زي ما انتم عارفين بيبقى فيه مين بيبقى فيه بروتينز وفي ليبيدز وفي كربوهيدرات يعني في خيرات الممبرين اللي هو دامج الممبرين ده ادخله مين ابعته للسيل بادي عشان في لايزوم في السيل بادي اللايزوم تبتدي مين تاكل مين الممبرين اللي هو البايظ دوت وتطلق وتحلله لي لمين بقى لامينو اسيدز وسكريات وليبيد علشان اعمل مين استغل الحاجات دي واعمل لها مين ها اعاده مين تكوين اللي بنسميها ري سايكل. يبقى اذا دامج سيل ممبرين مثلا ده فور مين فور لايزومال ديجريديشن اند ريسايكلينج. طيب هو يا شباب مش في ساعات افتكروا معايا في الجنرال كل الكلام ده هو مش في ساعات في ماده هو النيورون هو نيرف السيل السيل دي ممكن يطلع منها مواد اللي من عن طريق اسمها اكسو سايتوزيس زي الكيميكال ترانسميتر لما الهلال البيسكل بيترابشر وتطلع ده اسمه اكسو سايتوزيس وفي ساعات مواد تدخل اسمها اندو ايه؟ طيب في ماده دخلت في النيرف تيرمينال انا محتاج اهميها توصل للسيل بادي وتاثر على النواه. مثال شهير جدا في ماده مهمه جدا اسمها نيرف جروث فاكتور. النيرف جروث فاكتور ده بيساعد من اسمه بيساعد في الجروث بتاع مين؟ بتاع النيرف. فبيدخل منين؟ من النيرف اندنج ويوصل لمين؟ للنيوكليوس وياثر على الدي ان ايه بتاع النيوكليوس وخلاص صنع مواد معينه المواد دي بتساعد في عمليه النمو مش هنقعد نتكلم عنها. فاذا انا هاخد مين بقى دلوقتي؟ اللي هو النيرف جروث فاكتورز اللي هو مين؟ او بمعنى تاني اللي هو سبستانسز تيكن باي اندوسايتوزيس. الكارثه بقى والمصيبه ان في فيروسات دي ساعات بتدمر العصب بس عشان تدمر العصب لازم توصل لمين؟ للسيل مين؟ سيل بادي. وعشان تدخل بتدخل من نيرف ايه؟ تيرمينال وتتنقل عن طريق الباشا ده اللي اسمه ايه؟ طيب ودي ده بقى حاجات بقى اللي هي كلينيكال بقى ان في توكسن وفي فيروس. اديني مثال كده للتوكسن في حاجه اسمها تيتنس توكسن. عارفين تيتنس توكسن؟ لما واحد ينجرح مش عارف ايه مسمار يدخل في رجله يقول لك ده المفروض ياخد حاجه مضاده لمين؟ مضاده للي هو لل او عضه كلب او بتاع ما لازم ياخد لقاح او بتاع ياخد اللي هو انتي بادي ضد مين؟ ضد الماده اللي دخلت دي. فالتيتانوس ده بيبقى جرثومه يا شباب ميكروب بيبقى موجود في التراب والحاجات دي كده لو دخل الجسم ويدمر الجهاز العصبي يؤدي تيتانوس دي من حاجه اسمها تيتاني معناها هتاخدوها ان شاء الله في السيرج كتير اسمها كونتينوس كونتراكشن ان العيان يتشنج اسمها تيتانوس. فيروس مش في ناس بيجي لها شلل اطفال؟ هو شلل الاطفال ده بيجي منين؟ بيجي من عشان تبقى مفهوم. مين اللي بيروح للسكيلتال ماسل يا شباب؟ هل السمباثيك ولا البارا ولا السوماتيك اللي بيعمل اللي بيدير كونتراكشن؟ السوماتيك يا شباب فاكرين السوماتيك؟ حتى كان ضمن يقول لك ايه قول لي ايه الفايبرز اللي بتفرز اسيل كولين اسمها كولينرجيك مين؟ فايبر كان من ضمنها مين؟ يقول لك السوماتيك نيرف رايح لمين؟ السكيلتال ماسل. طب السوماتيك نيرف ده ما هو اي زي اي نيرف يا شباب بيبقى له سيل بادي ولو اكسون ولو مين؟ تيرمينال. اللي بيحصل بقى ودي طبعا هو اللي بيدير مين؟ بيطلع اسيل كولين اللي هو بيدير كونتراكشن لمين؟ كونتراكشن السكيلتال ماسل. فالفيروس ده اللي هو البوليو بتاع شلل الاطفال ده يجي يدخل في النيرف اندنج فهمتوا يمشي فين؟ اكسو بلازم اللي هو اسمه ريترو ايه؟ ويروح يدمر النيوكلس هنا خلاص يبقى كده العصب ده اتدمر ما عادش شغال وبالتالي ما فيش اشارات عصبيه تروح لمين؟ للمصل وبالتالي يحصل باراليسيس شلل.
يبقى ايه بقى؟ اديني مثال للفيروس، مش 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 الفيروس بتاع البوليو الواحد بتاع الشلل بس، ده في كذا نوع يا شباب. في حاجه اسمها الريبس، الريبس ده اللي هو مرض السعار، اللي هو لما واحد كلب يقول لك كلب مسعور حض واحد، الكلب ده بيبقى فيه فيروس في اللعاب بتاعه، الفيروس ده اسمه ريبس، يدخل الجهاز العصبي برضه ويدمره. البوليو زي ما قلنا، بوليو، بوليو فيروس، بوليو فيروس. وفي اللي هو الهربس، حاجه اسمها هربس، تسمعهم هربس. في، خلي بالكو، هل ممكن تخرب لي دي برضه حاجه جديده، تخرب لي عمليه الترانسبورت ديت، يعني تعطلها لي؟ قال اه حاجه بتنين. انت عندك تعال على الطريق، الطريق قلنا يا اما طريق جدران او اسفلت بالمصري او قضبان حديديه. طب انت عايز تخرب قضبان حديديه وعايز تخرب الدنيا، كسر مين؟ كسر القضبان. يبقى كده عطلت مين؟ عطلت الترانسبورت. او اعمل حفر في البتاع ده اللي هو في الاسفلت دوت، واضحه؟ ففي ده في ماده اسمها كولش سي. يبقى ازاي بعمل انهبيشن؟ خلي بالكم، انهبيشن اوف اكسوبلازميك ترانسبورت عن طريق دواء اسمه كولشيسين. اسمه ايه بقى؟ كولشيسين. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل بريك داون للمايكرو تيوبيول، او بيفككها، حاجه اسمها يعني المايكرو تيوبيول دي، لو انتم مذاكرين في الهيستولوجي تحس ان هي يونت مع بعض كده، توبيولين يونت مش عارف ايه، تتحد مع بعضها، بنسميها بالمره، بالمره، بالمره. لما عايز تفككها تعمل دي بالمره، يبقى دي بولمرايزيشن. هذا الدواء بيفكك المايكرو تيوبيولز، تمام؟ بس